نقوم بعملية تعقيم. هذه العملية اللي كانت حظات بواحد الأهمية، وذلك مع جائحة كورونا كوفيد 19، اللي برهنوا فيها المهنيين المختصين بكل مصداقية للحرفة ديالهم اللي هي 3D. والتاريخ كيشهد على هذا العمل وهذه المبادرة اللي قاموا بها الإخوة المهنيين في إطار هذه العمليات اللي قمنا بها. وكان المغرب كان من الأوائل اللي قام بالاحترازات الوقائية ضد هذا الفيروس، وذلك اتباعا لتعليمات سامية لجلالة الملك نصره الله. بالنسبة للزبناء ديالنا، الزبناء ديالنا اللي كنتعاملوا معهم هم أرباب المخابز، فنادق، إقامات، تقريبا جميع الناس اللي كيحتاجوا، شركات ديال المواد الغذائية كذلك، العمارات، الإقامات، المحلات التجارية والمصانع الغذائية، وكذلك الفنادق. بالنسبة للعقود اللي كتقام بيننا وبين الزبناء ديالنا، وهي عبارة عن واحد العقدة كنديروها بيننا وبين الزبون. هاد العقود هادي على حسب لاطاي ديال لا ستركتور اللي غنخدموا فيها. مثلا بالنسبة للإونيتي اندستريال كنديروا معاهم عقدة مثلا سنوية، اللي حنا اللي كنقرروا فيها يعني لو نومبر دو باساج اللي غادي نديروا. ومن بعد الخدمة ديالنا، من بعد ملي كنديروا المعالجة ديالنا، كنعطيو واحد الشهادة للناس الزبناء ديالنا كوم كوا هذاك المحل راه إلي تريتي، دونك خاضع للمعايير السلامة، لا من ناحية وجود القوارض، ولا من ناحية الصراصير، ولا من ناحية جميع المشاكل اللي كتحول دون النظافة ديال الأماكن. هاد النموذج ديالنا بالنسبة لهاد المحطة السياحية اللي احنا فيها الآن، راه عندنا نموذج ديال محاربة القوارض بالنسبة لبوكس دباطاج، الطريقة كيفاش كنحطوها السلامة، يعني باش كتعرف بلي هذاك البوكس دباطاج ما معرضش لأي خطر. ملي كنحطوه كيكون يعني ولو يكونوا حيوانات أليفة ولا دراري صغار ولا أي واحد، يعني ما كاينش مشكل ديال التسمم، لأن هذاك اللي كيتسمى البوكس دباطاج عنده واحد المفتاح ديالو وما يمكن يحلو إلا المتخصص في هذا المجال. العقدة بيننا وبين الزبناء ديالنا، وكتبقى عندهم في الاخير كنعطيهم حنايا واحد النسخه. هاد النسخه كوم كوا راه لو سيت اللي تريتي كونتر لي انسكت، كوكسو سوا فولون ولا رومبون ولا لي رونجور ولا هذا، لو سيت اللي تريتي. دونك هذه من ناحيه. والنموذج راه عندنا دابا في هاد لو تريتمون اللي درنا في هاد الضيعه السياحيه اللي هي دار الضيافه جنال ياسمين، المقرطه من الليل. العملية الأولى اللي درنا عملية ضد القوارض اللي كنا حلينا فيها البوكس دباطاج وشتي، اللي كيمتاز بواحد الأهمية وواحد السلامة مهنية، أن هذاك البوكس دباطاج إن فوا كيدار فيه لابا ما كيحلو إلا المهني هو اللي يمكن يحلو، أي واحد جا باش يحلو ما يمكنش يحلو، زائد أنه تيكون عنده واحد لافيكساسيون مع لو سول ولا مع لو مير. دونك هنايا بالنسبه لهذا المشكل ديال لي غاتيسيد ما عندناش مشكل فيهم، ايت سون بروتيجي. هذه من ناحيه. عندنا كذلك التعقيم، العمليه اللي التعقيم اللي كنا شناتها هي دابا حنا كنشوفوا في السيد كيقوم بهذه العمليه ديال التعقيم. وعندنا داك لو بودر اللي كنديروه ضد الحشرات الزاحفه اللي هي الثعابين والعقارب، وعندنا كذلك الحشرات الطائره لي رومبون اي لو فولون، كاين واحد لابيلفيغيزاسيون كنديروها بواحد بيلفيغيزاتور.
الان الى اشترى درنا بالفيغيزاتور صغير لان الحجم ديال الضيعه ما كيطلبش، لان كاينين اليات وحدان اخرين كبار كنقوموا بهم في حاله ملي كيكون عندنا شويه ليسباس كبير. بفضل الجهود المتضافره مع المهنيين وصلنا اننا نخلقوا واحد الجمعيه في هذا المجال ديال محاربه الافات، والحمد لله اللي هي لا ام 3 دي واللي وصلت لواحد المرتبه والحمد لله اللي جد ممتازه سواء على الصعيد الوطني او خارج الوطن، خصوصا العلاقات اللي داروا مع في اوروبا كاسبانيا كايطاليا، والآن الحمد لله عندنا داخل الوطن عندنا اون كونفونسيون افيك لا مينيستر دو لا سونتي بيبليك اللي هي وزارة الصحة، درنا معها اون كونفونسيون، وعندنا كذلك ان شاء الله في القريب العاجل مع لونسا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، كذلك تهم عندنا معهم لقاءات، واللقاءات راه الحمد لله جاريه وقريب نوصلوا لواحد المبتغى اللي هو واحد التعاون في هذا المجال ديال الخدمه ديالنا.